السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 13 من سلسلة اعرف نبيك. رجع الأنصار ليثرب وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة. خرج المسلمين من مكة يتسللون خوفا من منع قريش لهم. حاول المشركين يمنعوا المسلمين بكل الطرق انهم يهاجروا، حتى انهم منعوا ابو سلمة ياخد مراته وابنه معاه وهاجر لوحده، واستولوا على اموال صهيب مقابل انه يهاجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب. واستولوا على كل اللي سابوا المسلمين المهاجرين من مكة من مال أو عقار، وخرج المسلمين أفراد وجماعات، وما تبقاش في مكة غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وآل بيوتهم والمستضعفين من المسلمين. اجتمع زعماء مكة من المشركين في دار الندوة علشان يلاقوا حل إن النبي ما يهاجرش أو يتخلصوا منه، لأنه لو هاجر وأصبح للمسلمين كيان في المدينة هيكون في مشاكل على تجارة قريش اللي بتمر من هناك في طريقها للشام. وحضر الاجتماع ده إبليس في صورة شيخ من نجد، واقترحوا سجن الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفيه من مكة. فاعترض إبليس على الاقتراحين، ولما اقترح أبو جهل إنهم ياخدوا من كل قبيلة شابا قويا ويعطى سيفا صارما ويحاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر قومه على حرب كل القبائل فيرضون بالدية. فرحب إبليس بالفكرة وبدأت قريش بالتنفيذ. وأخبر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باللي اتفقت عليه قريش، وأمروا بعدم المبيت في فراشه وأن يهاجر إلى المدينة. وبالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في وقت لم يتعود أن يزوره فيه ليخبره بالأمر. وكان أبو بكر قد أراد الهجرة في بدايتها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبقاه، قال له أصبر. فاستشعر أبو بكر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمل إيه بقى؟ شوف الهمة والإيجابية، أعد لليوم ده عدته، فاشترى راحلتين قويتين جملين وعلفهما علشان يقدروا يتحملوا الرحلة المنتظرة. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر أن يخرج من عنده علشان السرية، فطمأنه إلا أنه لا يوجد إلا ابنتاه عائشة وأسماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بأن الله قد أذن له في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله: نعم. وأخبره أبو بكر بأمر الراحلتين وعرض عليه إحداهما، فوافق عليه الصلاة والسلام على أن يدفع الثمن. وبعد وضع الخطة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته لينتظر مجيء الليل. اختارت قريش خيرة شبابها علشان ينفذوا المؤامرة، وحصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم علشان لما يخرج يقتلوه. وسلب الله عز وجل من عيونهم الإبصار فما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من بينهم وحط على رؤوسهم التراب وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومر على المحاصرين رجل من قريش فسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: محمدا. قال: لقد خبتم وخسرتم. وأخبرهم أن محمدا خرج من بين أيديهم ونثر على رؤوسهم التراب. فقعدوا ينفضوا التراب من على رؤوسهم، وبصوا من فتحة الباب لقوا علي بن أبي طالب نايم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فافتكروه النبي واستنوا لحد الصبح. لما صحي علي بن أبي طالب ولقوه هو اللي نايم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن النبي وضربوه وما طلعوش منه بأي معلومة. فراحوا بسرعة على بيت أبو بكر وسألوا أسماء عنه، فقالت: لا أدري. فضربها أبو جهل على خدها ضربة طيرت الحلق من ودنها. اتجننت قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم فلت من إيديهم، وحطوا حراس على كل الطرق اللي بتودي المكة، وعملوا مكافأة 200 من الإبل للرسول وأبو بكر للي يجيبهم حيين أو ميتين. وبعتوا بالكلام ده لكل القبائل اللي ساكنة بين مكة والمدينة، وجابوا خبراء اقتفاء الأثر علشان يتتبعوا أثر أقدامهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان قريش هتروح ناحية الشمال ناحية المدينة، فاتجه ناحية الجنوب عكس المتوقع ناحية اليمن، لحد ما وصلوا لغار ثور. وقال له ابو بكر: والله لا تدخله حتى ادخله قبلك، فان كان فيه شيء اصابني دونك. فدخلوا ونظفوا وكان فيه ثقوب فسدها بهدوم، واتبقى فتحتين فسدهم برجليه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله اللي سدد بها الحجر وما تحركش علشان ما يصحاش النبي صلى الله عليه وسلم. فسقطت دموعه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أبا بكر؟
فقال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فخفت، ومشيت قريش مع أثر الأقدام، ووصلوا الباب الغار، ولكن الله غالب على أمره. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ورجع المشركين من على باب الغار، وما كانش بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم إلا خطوات، ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى. وقعدوا في الغار 3 أيام، خلالهم كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه بينقل الأخبار اللي بيسمعها من قريش كل يوم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسماء بنت أبي بكر بتودي لهم الأكل والشرب، وجهزت لهم زاد الرحلة، وكان عامر ابن فهيرة بيروح بالغنم في الطريق للغار علشان يمسح أثار الأقدام بتاعت عبد الله وأخته أسماء أبناء أبي بكر، ويدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لبن الغنم. وبعد 3 أيام ولما هديت الدنيا، جه دليل الطريق عبد الله بن أريقط، وكان خبير بمسالك الصحراء علشان يمشي بيهم في طريق مش معروف، وكان لسه على الشرك، واستأمنوه على موضوع الهجرة وادوله راحلتين، واتفقوا معاه يقابلهم عند الغار بعد 3 ليالي. ركب الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الراحلتين، وركب عامر ابن فهيرة خلف ابو بكر علشان يساعدهم في الطريق، ومشيوا ناحية الغرب جنب البحر الأحمر، والطريق ده ما كانش بيمشي فيه حد إلا قليل جدا. وقبل أن تتوارى مكة عن الأنظار، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. وفي الطريق لحق بهم سراقة بن مالك اللي سلوا عابه للمكافأة اللي أعلنتها قريش، فلما وصل وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم غرس الفرس في الأرض لحد ركبته، فعلم أن الله مانعه وأن أمره سيظهر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والمتاع، فلم يقبل النبي، وطلب سراقة كتاب أماني كله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابن فهيرة فكتب له، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يخليش حد يلحقه في الطريق ده، فكان اللي قبله يقول له: أنا دورت في الطريق ده ومفيش فيه حد. فكان في أول النهار حريص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر النهار بيحرسه. وقبل ما يوصلوا المدينة قابلهم في الطريق الزبير بن العوام، وكان في قافلة تجارية رجع من الشام، فأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثيابا بيضاء. وصل النبي صلى الله عليه وسلم قباء يوم 2/8 ربيع الأول سنة 14 من البعثة، الموافق 23 سبتمبر 622 ميلادية، وهي السنة الأولى من الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كل الإمكانيات البشرية الممكنة علشان الخطة تنجح، وما سابش أي حاجة للظروف أو الصدفة، مع أنه عارف أن ربنا ينصره، لكن عشان يكون لنا قدوة أن التوكل على الله لا يكون إلا بعد بذل كل الطاقات لتحقيق الأهداف. وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو الرسول، الله أكبر، الله أكبر، ها هو الرسول، الله أكبر، أقبل الهادي البشير، الله أكبر،
مرحبا برسول الله في مدينته المنوره.